السلام عليكم. بعد جمود دام عدة أسابيع استأنفت صباح يوم الأحد 22 أوت 2021، أخيرا اللجنة التقنية متعددة الوزارات نشاطها في دراسة ملفات استيراد السيارات، وأكد أعضاء اللجنة عزمهم إنهاء مشكل تأخر توزيع الاعتمادات النهائية لاستيراد السيارات بشكل عاجل حسب التوصيات وزير الصناعة أحمد زغدار لإنقاذ سنة 2021 من شبح السنة البيضاء. وتوشك قضية استيراد السيارات الجديدة من قبل الوكلاء المعتمدين على الانتهاء مع استئناف اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارات. وفي هذا الإطار أكد أمين العام لوزارة الصناعة أن قضية توزيع اعتمادات استيراد السيارات على الوكلاء الجدد هي قضية عدة أيام فقط، خاصة وأنه اجتمع مع عدة وكلاء سابقين لاستيراد السيارات والذين اتفقوا جميعا على ضرورة إنقاذ السوق من الندرة وتمكين المواطن الجزائري من شراء سيارة مستوردة في أقرب وقت وبأسعار تنافسية إن شاء الله. سلام.